أهلا بكم في مرايا. مصر هي كنانة العرب، وهي مركز الثقل العددي والسياسي والحضاري، وهي صلة الوصل بين آسيا وأفريقيا، وهي تاريخ عسكري مجيد وحاضر من نوعه فريد. لا قوة للعرب بلا مصر، هذه حقيقة وليست لغوا من القول. حرب عاصفة الحزم هي حرب للعرب من أجل صون أمنهم ومصالحهم في الإقليم، كما أنها حرب من أجل تثبيت الاستقرار وحماية المقدرات وردعا للغزوات الإيرانية وغير الإيرانية ممن يتهافتون على قصعة العرب في هذا الإقليم في غفلة من الزمن ولحظة من الفوضى السياسية الدولية. دول الخليج وفي مقدمتها السعودية تعي هذه الحقائق جيدا، لذلك كان الراحل العظيم الملك عبد الله بن عبد العزيز على الميعاد التاريخي واصطف لجانب مصر في لحظة الانقضاض عليها، ورهن قدرات السعودية كلها لصالح مصر، ومعه طبعا الإمارات ودول الخليج. فعبرت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبورها الأمني والسياسي والاقتصادي العظيم. مصر أيضا تعي ارتباط أمنها بأمن الجزيرة العربية، فالبحر الأحمر هو الرابط المائي بينهما. حرب عاصفة الحزم هي ضرورة مصرية خالصة، كما هي كذلك لدول الخليج. ويكفي أن نذكر بأن باب المندب هو بوابة العبور لقناة السويس، ويكفي بأن نذكر بأن تحول اليمن لحقل فوضى أمنية سياسية يعني بشكل آلي ازدهار الإرهاب بكل صوره في اليمن، ومن ثم استهداف مصر والإقليم نفسه جراء هذا الإرهاب. ناهيك عن أن تثبيت الأمن والاستقرار في دول الخليج هو لصالح تثبيت الأمن والاستقرار في مصر وغير ذلك كثير. يقول كله أن عاصفة الحزم هي حرب مصر كما هي حرب دول الخليج، ولكن هناك أصوات إعلامية مصرية قررت أن تغفل كل هذه المعطيات الساطعة وتتخيل أن حرب العاصفة مجرد مجاملة مصرية لأهل الخليج. ومن هنا كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريصا كل الحرص على توضيح هدف المشاركة المصرية في عاصفة الحزم. مشاهد. إن الأمن القومي العربي لن يحمى إلا بينا كلنا مع بعض، ومحدش أبدا هيدي ظهره للتاني. النقطة دي نقطة في منتهى الأهمية، أو الموضوع ده موضوع في منتهى الأهمية، كلنا ناخد بالنا منه ولازم تعرفه. تاني، إحنا بنتعاون من أجل البناء والتعمير مش العدوان على حد. إحنا ما بنتكلمش على عدوان على حد، إحنا بنتكلم على حماية، على دفاع، على تأمين. هو باب المندب ده قضية أمن قومي مصري وعربي، مين اللي هيتصدى له؟ إحنا مع أشقائنا. الأمن القومي العربي في الخليج، في السعودية، في الإمارات، في الكويت، في البحرين، في أي دولة، ده أمننا ولازم كلنا مع بعض، ومحدش أبداً هيستطيع النفاذ بين أشقائنا وبيننا. هذا البيان قطع قول كل خطيب، والحقيقة أنه لم يكن موجهاً فقط للعسكريين المصريين، بل كان رسالة مباشرة للأصوات الإعلامية التي نتحدث عنها وحتى غير الإعلامية، والتي تصر على أن ترى الحرب، حرب العاصفة، بطريقة فقيرة، جد فقيرة. نشاهد. توقف عند فكرة يبدو أن احنا قصاد توصية مهمة اتقالت النهاردة في مؤتمر القمة العربي في البيان الختامي، لكن ملهاش ترجمة فعلية ولا آلية واضحة حتى الآن، والخوف أنه يتحول الأمر ده إلى مجرد فكرة تنتهي إلى زوال أو إلى تفكيك وتفتيت له، ويبقى الغطاء اللي حصل هو مجرد الغطاء العربي اللي تم للتدخل السعودي في اليمن، واللي هنا برضو أنا مش فاهم مستقبله إيه. يعني أي تدخل عسكري بيبقى الغرض منه فرض حل سياسي، فغرضه يعني إيه بقى النتيجة؟ ما خدوا بالكم إحنا اتعلمنا، إذا ما كناش هنتعلم بعد التجارب فيعني يبقى خلاص مفيش أمل فينا، إنه مفيش أي انتصار هيجي بالطيارات. الضربات الجوية دي ما بتعملش غير التدمير، إنما على مستوى بقى الشارع والأرض والوقت ده في إيه؟ الأفق ده إحنا قصاد إبهام وغموض كامل.
الأستاذ إبراهيم عيسى إعلامي مصري مرموق وله كل التقدير بطبيعة الحال، لكن لنا أيضا الحق أن نختلف معه. الحقيقة هي ليست حرب سعودية كما وصفها، هي حرب عاصفة الحزم التي تتكون من عدة دول ومشاركة مصر فيها مشاركة رئيسية وفاعلة وتستمر في التأثير والزخم، وهي حرب ضرورية لمصر كما قلنا، كما هي حرب ضرورية للسعودية ولدول الخليج، بل أكاد أقول للأمن العالمي كله وللإقليم. لكن ليس كل الإعلام المصري تبنى هذه الرؤية التي تفضل فيها مثل الأستاذ إبراهيم، فهناك أصوات واضحة تعي ضرورة هذه الحرب لمصر نفسها بكل اعتبار يمكن أن تتخيله ولعدة أسباب. نشاهد. إحنا في غمار حرب، المسألة جد، الهزار في الحاجات دي يودي في داهية. اقفوا جنب بعض يا جماعة، طول عمركم جنب بعض، ما فيش أي مبرر إحنا بنتخانق على إيه؟ يعني إيه المشكلة بينا؟ مش حاجة، أنت متفق وواضح وعارف وشايف وكل حاجة. هل أنت في مصر كنت سؤال تافه يعني، كنت ترى إيران من حلفائك؟ هذه وجهة نظر أخرى للإعلام المصري المرموق المعروف أيضا الأستاذ عمر أديب. الحقيقة أن الجدل والنقاش لم يقتصر على مصر، فهناك إحباط وغضب من معسكر إيران في المنطقة بالكامل وغير إيران لمشاركة مصر في عاصفة الحزم. لماذا؟ لأن مصر تمثل ثقل كبير جدا في المنطقة كلها، ولا غنى للعرب عنها، ولا غنى للأمن العربي عنها، بل لا غنى للأمن الإقليمي عنها. فمصر بما تمثله من قوة ومضاء للعرب، لذلك كانت المحاولات المتكررة للفت في عضد الدولة المصرية وزرع الشكوك واستهداف الروح المعنوية وهز الصورة الشرعية للحرب. وهذا المثال الذي سيأتي بعد قليل يلخص كثيرا من أسرار النفوس ودفائنها. تفضل، وين الجيش السعودي؟ طبعا هو ما بده يقتل الجيش السعودي، بده يجيب باكستانيين يقاتلوا عنه، بده يجيب المصريين يقاتلوا عنه، بده يجيب الأردنيين يقاتلوا عنه. هون الشعوب لها مسؤولية كبيرة وحاسمة، مدعوة للتضامن، مدعوة لوقفة، ومدعوة لمنع حكوماتها من التورط والولوغ في دماء اليمنيين، ومدعوة للابتعاد عن معركة مصيرها حاسم وواضح. معركة مصيرها حاسم وواضح، نعم، ولكن لصالح العاصفة كما تبدو البوادر وليس مجرد أمنيات، خاصة بعد صدور القرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع. أما الشعوب فهي مدعوة بالفعل، لكنها لبت الدعوة واصطفت بشكل شبه إجماع خلف العاصفة، لأنها تعي أن هذه العاصفة هي لحماية حاضرها كما هي لحماية مستقبلها ومستقبل أجيالها. إنها مصر، وحين تحضر مصر يحضر التاريخ ويحتشد الحاضر، وحين تقرر مصر يرخي العالم سمعه ويحد نظره، وكانت دوما حاسمة في حماية المنطقة من عين جالوت ضد التتار إلى عاصفة الحزم ضد تتار العصر الجديد. يذكر المؤرخ خير الدين الزركلي، وهو ممن عمل مع الملك عبد العزيز، في كتابه الشهير الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز، يقول: في زيارة الملك عبد العزيز التاريخية لمصر عام 1946 ميلادي، كانت مصر كلها تحتفل بالزعيم العربي الكبير، واستمرت الزيارة أسبوعا كاملا، وكانت حفلة حب سعودية مصرية. وحين عاد إلى بلاده أرسل الملك عبد العزيز للسعوديين هذه الكلمات: شعبي العزيز، ليس البيان بمسعف في وصف ما لاقيت، ولكن اعتزازي أني كنت أشعر بأن جيش مصر العربي هو جيشكم، وجيشكم هو جيش مصر، وحضارة مصر هي حضارتكم، وحضارتكم هي حضارة مصر، والجيشان والحضارتان جند للعرب. إلى اللقاء مشاهدينا.